السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التجارة تعلن تفاصيل السلة الرمضانية. أعلنت وزارة التجارة تفاصيل السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان التي ستوزع في وقت لاحق على المواطنين. وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لما هاشم الموسوي في حوار أن السلة الرمضانية التي ستوزع على المواطنين ستكون متميزة، حيث ستتسلم كل عائلة كيلوغرام من الشعرية وكيلوغرام من النشا ونصف كيلوغرام من المعكرونة وكيلوغرام من الطحين الصفر لكل شخص. وأضافت أن الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة توزعها وزارة التجارة العراقية شهريا بسعر رمزي على المواطنين، تم البدء بتوزيعها في أيلول من عام 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في 6 آب من نفس العام نتيجة لغزو العراق للكويت. وأكدت امتلاك الوزارة سلات غذائية لثلاثة أشهر تشمل السلة الاعتيادية التي يأخذها المواطن 3 كيلوغرام من الرز وعبوة زيت طعام وكيلوغرام من السكر و400 جرام من معجون الطماطة وكيلوغرام من البقوليات. تقسيط وأسعار مدعومة. التجارة تجهز المواطنين بالسلة الإنشائية بعد عيد الفطر. أكدت وزارة التجارة أنها ستباشر بتجهيز المواطنين الراغبين بالحصول على السلة الإنشائية بعد عطلة عيد الفطر، مبين أنه بإمكان ذوي الدخل المحدود الشراء بالتقسيط وبأسعار مدعومة. قال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة أن تجهيز السلة الإنشائية الذي يتضمن بيع المواطنين مواد إنشائية مدعومة ستتكفل به الشركة العامة للمواد الإنشائية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص. وأضاف أنه بإمكان ذوي الدخل المحدود الشراء بالتقسيط وبأسعار مدعومة من خلال الحصول على قروض من مصرف الرافدين بمبلغ 3 إلى 30 مليون دينار، وتشمل الموظفين وذوي الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والعسكريين والحشد الشعبي من المواطن رواتبهم، فيما ستعلن فيما بعد ضوابط التقديم عليها لغير الموظفين. وتابع نعمة أنه يتم تسديدها من خلال منصة خاصة بالدفع الإلكتروني بوس التي تتميز بالحصول على سعر الصرف الرسمي والأمان في التعاملات التجارية وتوفير الوقت والجهد في تسديد الرسوم حكومية، إلى جانب تشجيع التجارة الإلكترونية وزيادة فرص العمل. أشار إلى أنه سيتم توفير أكثر من 16,000 نموذج للمواد الإنشائية بشكل تدريجي بمخازن الدباش في بغداد، فضلا عن تهيئة مراكز البيع ضمن العاصمة والمحافظات وبأسعار تنافس نظيرتها في الأسواق المحلية، مؤكدا خضوعها للفحص والسيطرة النوعية ومن مناشئ عالمية معتمدة.